بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد جاية بعد انتصار وتتويج للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، الميدالية البرونزية والتتويج الثالث للنادي الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية والمشاركة السابعة للنادي الأهلي في خلال هذه البطولة في السنوات الأخيرة، يمكن منذ 2005 حتى 2021 16 سنة الأهلي شارك سبع مرات، قدر في السبع مرات يتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات ويكون موجود في المركز الرابع في إحدى المرات، وبالتالي نتائج مميزة جدا في هذه البطولة خلال السنوات الأخيرة في انتظار الشكل الجديد والتعديل القادم بالنسبة لكأس العالم للأندية، من خلال بالتأكيد دراسة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على شكل البطولة في الفترة القادمة. حلقة النهاردة هنتناول فيها ونشوف أبرز الأمور وأبرز الأحداث اللي السوشيال ميديا بتتكلم عنها، ونشوف كمان أبرز الأخبار والكواليس بالنسبة للنادي الأهلي اللي خلاص بقى قفل صفحة المونديال وبيستعد من جديد لانطلاق الدوري أبطال إفريقيا، اللقاء القادم يوم الجمعة الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة، مباراة الهلال السوداني والأهلي في ثاني جولات مباريات دوري أبطال إفريقيا، مع الوضع في الاعتبار أن في مباراة مؤجلة مع المريخ السوداني هتتلعب يوم 5 مارس. لكن خلونا كده نبدأ حلقتنا، وعايزين نعرف رأي كل السادة المتابعين والمشاهدين واللي كانوا حريصين على متابعة أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. عايز أعرف رأيكم في أداء الأهلي في كأس العالم للأندية، ده سؤال حلقة النهاردة. كل واحد يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وصفحة تويتر وصفحة الانستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم ومشاركاتكم على السؤال، رأيكم في أداء الأهلي خلال مشاركته في هذه البطولة، مع الوضع في الاعتبار التنظيم والتحضير للبطولة الأهلي واجه فيه صعوبات كبيرة جدا زي ما أنتم عارفين ومتابعين معنا. لكن بسرعة نروح لعناوين حلقة النهاردة. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج بالبرونزية، كمان الفريق يبدأ غدا الاستعداد للهلال السوداني، وأخيرا السنغال تعلن موعد افتتاح استاد المواجهة الحاسمة مع مصر. استعراض مباريات اليوم، نرجع بقى للمباريات والدوريات الأوروبية، وأيام قليلة برضو هنتكلم على الدوري المصري. لكن الدوري الإنجليزي في ثلاث مباريات بدأوا حوالي الساعة 4 عصرا، ويمكن منذ قليل انتهى هذا الشوط الأول بالنسبة للمباريات الثلاث. توتنهام مع ويلفرهامبتون، بيرلي بيستضيف ليفربول، ونيوكاسل يونايتد بيستضيف أستون فيلا. طبعا كنت بتابع مباراة بيرلي وليفربول وكان في تقدم لليفربول بهدف مقابل لا شيء، لكن مباراة قوية جدا من فريق بيرلي. الساعة 6:30 ليستر سيتي هيستضيف ويستهام يونايتد، أربع مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي. طيب نروح بقى لمباريات الدوري الأسباني. ليفنتي النهاردة كان الساعة 4 أيضا بيستضيف ريال بيتيس، ويمكن خلاص بعد دقايق قليلة جدا هيبدأ الشوط الثاني لكل هذه المباريات. لكن الساعة 7:30 ريال سوسيداد بيستضيف غرناطة، وفي ختام مباريات اليوم إسبانيول بيستضيف برشلونة. دي مجموعة مباريات اليوم سواء الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني، وكل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام بيرلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، عندنا كلام مهم جدا وتفاصيل جديدة خاصة بالنادي الأهلي بالنسبة للمرحلة القادمة، كل ده ولكن بعد الفاصل.